نسيب كاس الامم بقى، نسيب كاس الامم ونرجع لبداياتك يا محمد. من ضمن بداياتك انك انت بتفهم في الطب؟ اه طبعا، انا اشتغلت في الطب اشتغلت في الطب حوالي 5 6 سنين. وانت كان عندك كم سنه يا محمد؟ انا كان عندي 13، يعني 13 لحد مثلا قعدت لحد 17 16 سنه بشتغل في الطب في فتره معينه، فتره الصيف. مصنع طوب يعني؟ اه مصنع طوب، يعني انا يعني زي ما بقول اتدرجت في الوظائف. الاول كنت بكنس حاجه اسمها الناس اللي بتوع اصحاب مصانع الطوب هم اللي يفهموا الكلام ده. اولا كنت بكنس الارض. مكنس الارض يعني في مكنه الطوب بتخلي زي حسوه كده او حاجه بتبقى في الارض، تيجي عشان تيجي تاني يوم وتحط عليها الطوب تعمل طوب تاني لازم تشيل الكلام الموجود في الارض. كنت انا بكنسه. بجانب ان انا بعد كده اترقيت بعد كده وبقيت يعني تودي الاسمنت لمكنه الطوب عشان تعمل الطوب. بعد كده حاجه اسمها تقليب، يعني بتحط بقى تحط بودره، تحط حسوة، تحط رمل، وتحط اسمنت، وتقلب الكلام ده وتخلطه مع بعض بالكوريك، حاجه اسمها كوريك، وتحط ميه، فده اسمه تقليب على الناشف اسمه كده بالعباره. عندك صنعه يعني. وبعد كده اسمه لما تحط الميه على الكلام اللي انا بقوله ده يحصل تاني تقليب على الاخضر. فكان الحمد لله يعني كان احد الاسباب انا اللي خلاني كده، ان عمر والدي ما غصب على واحد فينا انه يشتغل. يمكن الوحيد اللي ما اشتغلش بالمهنه دي اخويا حسين الثاني اكبر، ثالث اكبر واحد، ومحمود. انهم كانوا يعني مش يعني كانوا برضو يعني صحتهم مش ولا بد. احنا كنا بنخاف على حسين جدا، حسين يعني حس مرهف، ومحمود برضو هو الصغير. فيمكن اللي شال المأمورية دي احمد اخويا الله يرحمه، واسامه، والعبد لله يعني. فكان الحمد لله كان كدور كمساعده للوالد. والدي من النوع الحساس جدا، كون ان كلمه يعني تزعل ممكن كلمه تزعله، فعشان كده احنا في علاقاتنا بيه بنبقى حريصين جدا. ما فيش واحد فينا يقدر يفرض عليه راي او يقول له راي معين. والدي لحد دلوقتي هو على المعاش بس له شغله، ما اقدرش اقول له اقعد من شغلك. يقول لك ده ابني كبر علي، او ابني ده قدر الله ده مستعر مني. لا، احنا سايبينه على حريته تماما، وبيعمل اللي هو عايزه. واللي محتاجه عمره ما بيقول انا عايز حاجه. اللي محتاجه احنا انت ومالك لابيك. فكون ان انت تقول له اقعد، طب ما تروحش، طب ما تجيش، صعب. لا قوي. لا صعب طبعا طبعا على اي اب. طبعا والدي على فكره يصلي الفجر ويروح على طول سندوس صحابه بقى في الشغل. فكل ما اغيب عنه شويه اروح له في المكان اللي هو بيروح فيه يقول لي يا عم الناس بتسال عليه، انت خلاص انت كبرت عليا ولا ايه؟ فيجيبني من النقطه اللي انا. والدتي برضو، والدتي في الفتره الاخيره تعبت شوت كتير وعاني شويه مع المرض، انما الحمد لله يعني اسرتي كلها يعني انا بحبهم جدا. اخواتي يعني اخواتي البنات خاصه متجوزين نعمات وناهد، يعني تحس ان هم ولادهم، حتى ولادهم حبوا الكوره عشان. فكون ان اولادهم فما بالك بيهم هم. فكون ان دي الروح الموجوده، هذا الترابط درجه الاسريه والعائلي حاجه مهمه جدا، ان الاخوات يكونوا بيحبوا بعض. طبعا.